رجل شج رأسه احتلم فأفداه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على وعلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على من عليه صلى وسلم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، عدد من صلى عليك وعدد من لم يصلي عليك. السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا الأمسية بفضل الله صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا الدكتور كمال بوزيدي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. وبه شيخنا كمال، مرحبا بك. وبكم أهلا. الله يبارك فيك. بارك فيك إن شاء الله. شهر رمضان شهر الذكر والقرآن، ومن الذكر والقرآن في رمضان هو ترداد سورة الفاتحة، إن في ركعات النافلة التراويح أو في ركعات صلاة الفريضة. نتحدث في هذه الأمسية عن أحكام متعلقة بالبسملة والفاتحة والمترتب عن فعلها في صلواتنا، سواء كانت المفروضة أو الصلوات النافلة. عن البسملة والفاتحة وأحكامها نتحدث هذه الأمسية. دكتور كمال. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، البسملة اختلف الفقهاء والعلماء هل هي آية من آيات كل سورة أم هي ليست بآية وإنما ذكرت على سبيل التبرك وعلى سبيل التفرقة فقط بين السور. بمعنى، هل يجب على المصلي أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة، في كل صلاة، في كل صلاة يعني، أم يستحب في حقه أم يكره في حقه أن يقرأ البسملة؟ الفقهاء أجمعوا واتفقوا على أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية في سورة النمل، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من سورة النمل. فهذه الآية ذكرت في هذه السورة في وسط السورة ولم تذكر في بداية السورة، لأن بداية السورة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تكررت في وسط السورة، فقالوا أن بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل وقعت في وسط السورة فهي آية من آيات سورة النمل. هذا بإجماع العلماء. أما كونها بأنها هي جزء من كل سورة، بمعنى أنها آية من كل سورة، بمعنى لابد الإنسان واجب عليه أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم عند كل سورة، مع أنت عوض يقرأ الحمد لله رب العالمين بدون البسملة، لا، لابد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هذا واجب عند من؟ عند بعض الفقهاء، خاصة الشافعية، الذين أكدوا على أن هذه البسملة هي جزء وآية من كل سورة، فواجب على كل مصلي أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم عند كل سورة بما فيهم سورة الفاتحة. أما عندنا احنا، عند الإمام مالك رحمه الله، قال أن هذه البسملة ليست آية عند كل سورة، وليست جزءا في يعني في عند كل سورة، لا، وإنما ذكرت على سبيل التبرك، بدليل أن عائشة رضي الله عنها وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ قالت: لما يفتتح الله أكبر الحمد لله رب العالمين، بما ما فيش بسم الله الرحمن الرحيم. فهنا الإمام مالك، كنتم تعلمون أنه هو
ابن المدينة المنورة. وما أدرك من المدينة المنورة؟ أنها هي عاصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تكونت فيها دولة الإسلام، كونها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك عش تاع الصحابة، عش اللي بمعنى تاع الدولة الأصيلة، وكذلك الأصحاب الأطهار الذين عاشوا في تلك المدينة. فالإمام مالك أخذ منهم، قال ماذا كان يفعل أهل المدينة؟ كيف كانوا يقرأوا الصحابة؟ لم يسمع بهم، وللعلماء تاع المدينة كانوا يقولون بأن بسم الله الرحمن الرحيم هي جزء من الفاتحة، وإنما كانوا يقرؤون الحمد لله رب العالمين طول. فلذلك قال والعمل عندنا، يعني العمل اللي نشوفه أنا عند أولاد الصحابة رضي الله عنهم، اللي شفتهم وعشت معهم، العلماء اللي عاشوا مع الصحابة حضرت معهم وشفتهم، ما قالوا هذا الكلام في المدينة. فلذلك قال أنا عندي إذن أن البسملة لا تقرأ عند كل سورة، وإنما نقرأ الحمد لله رب العالمين. طيب، هناك علماء آخرون قالوا بأنه يستحب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم سرا، وهذا يسميه باش نوفق ما بين أقوال، يعني نجمع ما بين أقوال، اسمه الخروج من الخلاف، باش نجمع ما بين أقوال، باش حتى يعني الإمام الشافعي ما يغضبش علينا، والإمام مالك كذلك ما يعني ما يقولش يعني بأنها ماشي صحيحة الصلاة، ولا نجمع ما بين أقوال. واش قالوا؟ قالوا يجوز قراءة بسم الله الرحمن الرحيم سرا عند كل سورة، يعني لما يجي يقرأ الفاتحة يقرأ في قلبه بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة جهرا. قال حتى الإمام الشافعي هنا كي يقولنا قريت البسملة نقولوا قريناها، ما سمعتكمش قال قريناها سرا، ما يغضبش علينا وانا صلاتكم صحيحة. والإمام مالك قلنا قريت البسملة وانا قريناها، يعني بمعنى يقول المفروض ما تقابل، لكن معليش ما لكم خالفت الأولى. فبمعنى أننا جمعنا ما بين الأقوال، وهذا يسموه عند الإمام مالك، وهذا معروف القاعدة عندنا في المالكية، اسم الخروج من الخلاف، حاولوا نجمعوا بين الأقوال يعني نخرجوا من هذا الخلاف. إذن العمل به هو اليوم هو قراءة البسملة سرا، يعني حتى باش نوفقوا كل بين المذاهب وكل بين آراء الفقهية والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الواردة، وكل إمام استدل بها، فجمعوا بينها. طيب، هنا لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم الآن عرفنا بأنها ليست جزءا من القرآن الكريم عند المالكية، احنا عندنا وجاز قراءتها سرا عند الكل، عند كل العلماء جوز الصلاة هذه. تبقى هنا يعني الفاتحة، هل الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة؟ هل بمعنى إنسان إذا ما قرأش الفاتحة بطلت صلاته، ولا يقدر يرقحها؟ هنا العلماء عندهم قولان. قول الأول اللي هو جمهور العلماء بما فيهم المالكية عندنا، احنا نعرفوها عندنا معروفة، أن الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، هي فرض من فرائض الصلاة. لينسى ما قراش الفاتحة في الركعة الثانية تفكرها، قال نسيت ما قريتش في الركعة الأولى، ما قريتش الفاتحة في الركعة الأولى بطلت، يعني يزيد ركعة جديدة، لما يكون في الثالثة ما يتحيش يزيد يكمل الرابعة، لتعتبر هي خامسة بالنسبة له هي، لأن الأولى خلاص بطلت لأن ما فيهاش الفاتحة انساها. يجيب قراءة ركعة جديدة يقرأ فيها الفاتحة والصورة لأنه يغرم الآن، بعد ما يكمل الصلاة يسجد سجدتين بعد السلام لأنه زاد ركعة، هذه الأولى الباطلة سمش قل كأنها زيادة، ما دام زاد يصلي بعد الصلاة سجدتين، يعني باش ترقيعا للصلاة هدية واستكمالا واستدراكا لما أخطأ في صلاته. فهنا العلماء قالوا إذن أن قراءة الفاتحة هنا أنها فرض. أيوة. إمام أبو حنيفة قال يا جماعة الفاتحة ليست فرضا، قالوا وننساها يجيب سجود، ما يعاوش يجيب ركعة، وعلى يا إمام؟ قال لأن لنا عندي الفاتحة هي سنة مؤكدة وليست فرضا. قالوا كيف؟ قال موش يقول مولانا، احنا نرجع للقرآن. قال نعم، ربي قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، ما قالش قرأوا الفاتحة، قال قرأوا ما تيسر، هي سورة، ما قالش ما حددناش.
قال فقرأوا ما تيسر من القرآن. والجمهور قالوا ما تيسر من القرآن، اللي هي أسهل سورة في القرآن هي الفاتحة. قالوا حتى لو كان نحبوا نمشوا معاك، قال ما تيسر هي الفاتحة، ولكن هو قال المهم ما حددش القرآن الكريم. ثم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابي الجليل اللي كان يزرب في صلاة تاعو، اللي نسموه احنا صلاة السردوك، يعني صلاة السردوك تاع ينقب، ينقب الصلاة يهبط وينقب. فالرسول شافوا صلاة، قالوا اذهب فصلي فإنك لم تصلي، ما عندها صلاتك باطلة، ما عرفش يقولوا صلاتك باطلة، قالوا روح عاود صلاتك راك ما صليتش. صلي فإنك لم تصلي. روح عاود فصلي فإنك لم تصلي، ما صليتش، عاود الصلاة تاعك. زاد شافوا النبي صلى الله عليه وسلم ويشوف فيه يصلي، ما زال ينقب. جاء عنده سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا فلان روح صلي راك ما صليتش. الاخر مسكين ما صامش البنيه هذه، كيف هذه كيف ما صليت؟ انا صليت سبحان الله. والله يا رسول الله في الثالثه، في الثالثه لما زاد جاء وقالوا يا رسول الله هنا، قالوا النبي سلم على النبي، قال رسول الله روح صلي فانك لم تصلي، هنا احبس. قالوا يا رسول الله والله جاوش نعرف. تنفهم بان النبي صلى الله عليه وسلم او على باله كان يصلي وصلاته ما كانش صحيحه، لهذا قالوا علمني. ايوه قالوا اذن دوك نعلمك. قالوا إذا أردت الصلاة أقم الصلاة ثم استقبل القبلة ثم كبر الله ثم وش قالوا؟ قرأ ما تيسر من القرآن، ما قالوش قرأ الفاتحة، قالوا قرأ ما تيسر من القرآن. فهنا أبو حنيفة رحمة الله عليه أخذ بهذا. فهنا نقول عند قول أبي حنيفة أن الفاتحة مش فرض، إذن يسجد لها سجدتين قبل السلام وراه رقع الصلاة تاعه، وما يحتاج الى الغاء ركعه ويجيب ركعه جديده. اما احنا وجمهور العلماء يقولون لا، انسان اللي ينسى الفاتحه وما قراش الفاتحه، لان هذه عند الصحابه رضي الله عنهم عملوا بها والامام خدا بها، قال لي ما قراش الفاتحه راي الصلاه تاعو باطله، لانه تعتبر ركن من اركان الصلاه. ولهذا احنا نقول ان من اركان الصلاه فرائض الصلاه تكبيره الاحرام بلا ما ترفد يدك، غير هكذا الله اكبر بلا ما ترفد يدك، هي رفد يدك هي سنه. الى ما رفدتش يدك قلت الله اكبر، هذا ويكفي احنا عندنا، هذا هو الفرض. ومن بعد تقرا الفاتحه، تقرا الفاتحه، لو ما قريتش الفاتحه راك خليت فرض. ولذلك هذيك الصلاه الركعه اللي صليتها بلا الفاتحه صلاه باطله، يعني هذيك الركعه بطلت، لازم تجيب ركعه جديده تجيب فيها الفاتحه باش تعوض هذيك الركعه اللي ما قريتش فيها الفاتحه. وهذا هو نحن نخدم به ونفتو به في بلادنا وبلاد الجمهور العلماء وبلاد إفريقيا كل المغرب العربي خاصة، هذا هو المعمول به عندنا. فنقول إذن الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، هي فرض من فرائض الصلاة، لينساها صلاة هذه الركعة بطلت ولازم يجيب ركعة جديدة، بعد ما يكمل الصلاة يجيب سجدتين واحدة أخرى جديدة، سجدتين بعد الصلاة. بعداش علاش كنسموها العلماء ترغيما، يعني كما نقولوا احنا بالمفهوم تاعنا زكاره في الشيطان، ترغيما للشيطان، لان الشيطان هو اللي خلاك تنسى الفاتحه ولا تنسى الفاتحه. فلذلك احنا نزيدوا نسجدوا لله سبحانه وتعالى باش نفرحوا ربي ونغضبوا ابليس ونغضبوا الشيطان وربي يتقبل منا ومن جميع. الله يبارك فيك شيخنا استاذنا الدكتور كمال بوزيدي واحسن الله اليك. هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية على بركة الله كريم. نبدأ بالعاصمة المفتتح لهذه الأمسية المباركة، سيدة أم عبد المؤمن. السلام عليكم. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. أولا نشكركم على الحصة بزاف، نشكر الشيخ بوزيدي. الله يبارك فيكم. ثاني حاجة رمضان كريم. رمضانك أكرم، مرحبا بك. الله يسلمك. عندي السؤال الاول هو انه نهار 15 يوم تاع رمضان، ايوه كاين الصباح على 8 حاجتك تقيد، بصح حرصت باش ما نرجع والو، اسكو الصيام تاعي صحيح ولا نعاود النهار؟ فهمت السؤال خويا؟ واضح ما رجعت والو. السؤال الثاني قالت حرصت على ان ارجع شي. السؤال الثاني صليت تراويح في الدار، ايوه ونصلي هاد الصور القصار كيما الزلزال تكاثر هكا، هادو هما ونعاودهم كل يوم، نفس الصور نعاودهم كل يوم يوميا ان شاء الله. نعم. والسؤال الثالث هو انه قبل صلاه الصبح، نقولوا الفجر قبل صلاه الفجر نصلي زوج ركعات، ونكون صليت الوتر في الليله، شوف الوتر نكون صليتهم، ايوه
ومن بعد نصلي زوج ركعات قبل الصبح، يجوز ولا ما يجوز؟ كيف صليت الوتر خلاص ما بديش نصلي. يعطيك يعني الصحة خويا وبارك الله فيك. الله يبارك، سامحي لي برك، صلاة الفجر تقصدي قبل الأذان الأول ولا بعد الأذان الأول؟ لا لا بعد الأذان الأول. بعد الأذان؟ إيه كما قبل ما يقول صلاة خير منه أنا نصلي زوج ركعات. يجوز ولا ما يجوز؟ أيوه يعني قبل الأذان الثاني تصلي ركعتين. قبل الأذان الثاني نعم. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أختي أم عبد المؤمنين. يعطيك الصحة وصحة فطوركم بارك الله فيكم. الله يسلمك سيدة أم عبد المؤمنين، مرحبا بك، شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. غردايه السيده ام فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك وبنس غردايه السيده ام فهد. اهلا بكم، صح رمضانكم اخي. رمضانك اكرم، بارك الله فيك، تفضلي. عندي اسئله، ثلاث اسئله ارجوك تجيبوني عليهم بوضوح. بسم الله، تفضلي. الاول الاول فيما يخص الموضوع اللي قلتم على البسمله. ايوه. انا سمعت في قنوات الأعوام الماضية يقولون أن البسملة آية من سورة الفاتحة باستدلال السبع المثاني والقرآن الكريم. واضح. والسؤال الثاني، عندي بنتي بالحمل. الله يبارك. ويطلع لها هذاك، يطلع لها دائما هذاك الأخو يقول أنه في الحلق ويعود يابا. ومرة ويوم الأيام قيت روحها بس يحدث هذاك الشيء. أيوة. وثاني بنتي ثانية ثاني يطلع لها ويهبط لها صغيرة، ما يطلع لها ويهبط لها شغل دائم. كيفاه دائم؟ هذاك هنا في الحلق يطلع هاك حريق هنا يعني. الحريق ايه واضح. وش الحكم نتاعو؟ وبالنسبة لي سؤال أرجو في أخير جاوبونا عليه، راه عندنا شيخ مصاب بالزهايمر. شيخك هذا؟ لا يا سيدي، شيخ بنتي. أيوه. مصاب بالزهايمر وليس كبير في السن، سبعينات هكاك، ماهوش كبير. أيوه. مصاب بالزهايمر لا يدري أي شيء يفعله، ويمشي وياكل وما يقدروش يصوموا. واضح. والفدية يطلبون محسن تحديد الفدية للنهار كم يدفعون عنه القضاء. والقضاء ثاني بالنسبة لي أنا قال لي الطبيب ثاني اللي لازم نختار على هذا الدواء، فما قيمة القضاء اللي ممكن نقضي عدد عن كل يوم يجوز لي نعطيها نلمهم ونعطيها ضربة واحدة كل يوم نقضي. أنا هنا أنا إلى الآن لم أفتدي، ما نلمهم بس نعطيه اليتيمتين يوجدوا مخطوفتين يوجدوا. واضح. هل هذا جائز؟ يعني هل تعطيه لهذ اليتيمتين او تصرفيه او في مصارف اخرى؟ او نعطيه مصارف اخرى كما صنعت. او نعطيه كل يوم نفدي او نفديه مره واحده نلمهم كاملين. واضح. كل يوم على كل راهي باقيت لنا ايام برك سيده ام فهد يعني. إيه الله يجازيك. أيوة. الله يجازيك صحة. بارك الله فيك. الله يبارك فيك سيده ام فهد، مرحبا بك، ربي يجازيك بالخير ان شاء الله. الله نعم. أختنا هاجر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا. الحاجة مش هاجر، الحاجة. الحاجة مرحبا، مرحبا الحاجة. هاجر نعم. أي مرحبا الحاجة. نعم. مرحبا بك ونسنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عبريا عندي غير سؤال. أيوة تفضلي. عندي البنية والبنية مطلقة وما عندهاش باش تخرج الفطار، يخرج عليها؟ ما عندهاش يعني باش تخرج زكاة الفطر. زكاة الفطر. فطرة توليتها. هل أخرج؟ ينجم نخرج عليها أنايا؟ إن شاء الله الحاجة نجاوبوك إن شاء الله. هي الصحة لصيامكم. الله يوفقك. صحة عيدكم وصحة.
ربي يبارك فيك يا الحاج. الله يحفظكم ان شاء الله. الله ينورك الحاجة، بارك الله فيك، الله يهنيك ان شاء الله. ايوه الو سيدة ام ضياء، مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سيدة ام ضياء. رمضان، رمضان كريم. رمضانك اكرم سيدة ام ضياء. من فضلك حاب سؤال الشيخ. مرحبا بك، من اين سيدة ام ضياء؟ من الوادي، من الوادي. مرحبا بناس وادي سوف. السؤال هو انني حاب عندي ايامات ما قضيتهمش من قبل، كنت في حاله مرضيه وكنت بالحمل وفات تقريبا رمضانين، كيفاش تكون عرفت نقضي ونعاود نخرج ولا كيفاش؟ ايوه. والسؤال الثاني سامحيني سيدة. نعم. سيدة أم ضياء، غير الخير التأخير هذا بسبب واش؟ التأخير أنها عام كان لي يعني حمل، وعام كان عندي مرض لازم، وعام آخر ثاني كان عندي مرض. الله يشفيك إن شاء الله. آمين يا رب. الله يبارك. أيوة. السؤال الثاني، أنا من الناس المتعلقة جدا بالوالدة. أيوة. وعندي بنتي الأم عندها مرض ولد، يعني حسبي الله ونعم الوكيل، ولكن ما قدرش قلبي يرضى عليها لأنني كنت دارسها كأخت، ولات في كل مناسبة تكون مع الأم تاعي وكأنها تجاكلها في أي شيء، وأمي من خوفها على ابنها أنه ربما من القلق أو شيء من هذا أصبحت لا تعرف كيف أتصرف. أنا إنسانة دائما أدعو عليها، لا أرد لها أمام أخي أو أسكت وأصمت وأقول حسبي الله ونعم الوكيل، لكن زاد عن الحد فوق عادته. أنا لما أدعو أقول أنا أمة ورب كبير، ما دام رب هو الذي يقوم بطاعة الوالدين فإنني أدعو إلى هذه المرأة لأن يريني فيها عجائب قدرته. طيب. في هذا الشيء أضر أخي لأنني لا أستطيع أن أسامح في أي شيء، لكن أن تضر والدي لا أستطيع. طيب هذه المرأة هي زوجة خوك؟ هي زوجة أخي، وأمي إنسانة طيبة، لا أحكي عليها لأن أمي ربما حتى والله حتى الكلام ذهب. لا باس ان شاء الله، نحن نفهمك سيده ام ضياء وربي ان شاء الله. هل دعائي على مرض اخي بان يريني الله عجائب قدرته فيه؟ هل اني اضر باخي لان اخي عزيز علي جدا؟ طيب ان شاء الله، شوفي ان شاء الله يعلمنا الشيخ كيف نتصرفوا ان شاء الله. لا تدعي عليها ولا على اخوك ان شاء الله وتعود. لا اخي لا، ولكن الظلم فوق الطاقه يا اخي. معليش احنا لما نتواصلوا مع اهل سالوا باش نسمعوا الحلول سيده ام ضياء. الواحد كما يقول لك الدوام لله، واحد يصبر ويسمع ويتعلم هكا ان شاء الله. الله ينورك، سمعي توجيهات الشيخ وان شاء الله كما يقول لك يرتاح قلبك، وبشويه على روحك وعلى صحتك، وتقعدي لوليداتك ان شاء الله. سمعي واش ينصحك الشيخ وان شاء الله يكون خير. رمضان الكريم سيدة أم ضياء، وبارك الله فيك إن شاء الله يكون خير إن شاء الله يكون خير. أيوة كريم يقول عن أخت كريمة من فرنسا. سيدة كريمة مرحبا. أخت كريمة من فرنسا وينها أخت كريمة من فرنسا يا كريم؟ لا بأس، تحية ليها ولكل جاليتنا. أخيرا أخت سعيدة من العاصمة. أخت سعيدة مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال إلى الشيخ. مرحبا. أنا عندي وسواس وكيشغل علاقتي مع ربي سبحانه تجيني أفكار يعني سيئة، يعني ما نقدرش نعيش هيك، عندي أفكار
أكثر فيما يخص علاقتي مع ربي سبحانه. الأخت أنت أفكر يعني ما تتصورش على الخطر وكل. أيوة واضح. وش ندير شيخ؟ وسؤال واحد آخر مرحبكم. أنت اللي راكي معنا اللي راكي معنا أخت كريمة من فرنسا؟ نعم. إيه مرحبا بك. هي الأخت عقيلة قالت لنا لاباس. السؤال الأول الأخ. واضح الأول ما يتعلق بالوسواس. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، واحد خطرة كنت يعني الزوج تاعي كنت عارفه ولا لازم نحاولوا هكا نحاولوا حتى ما نحبش نكونوا متعرفين وكل دايما هكذاك. واحد الخطر تعرفت قلت نحبه بزاف استغفر الله يا ربي تقولش اكثر من استغفر الله يا ربي. وبعد استغفرت هكا قلت له استغفرت يعني ومن بعد قلت ما نقدرش نرفض له حاجه ولا ما كيفاش حسيت الشخصيه تاعي ما كانش وكل. من بعد زعفت وقلت هذا الهضره هل يعني هذا شرك ام لا؟ لاني جاني في بالي شغل شرك كنت نجبد روحي بزاف من الزوج تاعي. جبدي روحك بالزوج تاعك؟ الو كثير سامحي لي السؤال سي، قلتي لي هذا السبب جبدتي روحك؟ إيه صحت لي جاني في بالي كي شغل صحي يعني راه شفت هذيك الهضره كي شغل راني نحب اكثر استغفر الله يا ربي. واضح واضح. ماشي جبت يعني معيش خطرات تجي تسفرش نقول حبيت كي شغل جبت نجبد شويه روحي من عنده. اه واضح. واضح الشكل. واضح واضح سيدة كريمة واضح إن شاء الله. إن شاء الله دعي لنا إن شاء الله يا ربي يفرج إن شاء الله. يا ربي يفرج علينا جميعا إن شاء الله أختي كريمة. الله أمين. سؤال أخير شيخ. مرحبا تفضل. عندي ذات الله يرحمها. نعم. كانت حادة جايته الله يرحمها ويسع عليها وكنا يعني العلاقة مليحة هكا. واحد خطا في جاتي وسوس نسمع الصوت وكأن هذا الجرب هدر عليا. عاودي لي عاودي لي الاخيره هذه السيده كريمه عاودي لي الاخيره مانيش نسمع مليح. عندي جاره الجاره تاعي الله يرحمها انا كنت عندي كشغل وسوس كنت نسمع الصوت. كان عندك وسوس وش بها؟ انا في غني كانت في ظنك واش كان دي؟ قلت لها 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 قلت لها. والله شوفي شوفي اخت كريمه سامحي لي مانيش نسمع مليح ولكن خليني نلخص في علاقتك مع جارك جارتك الله يرحمها. انت كنت تسيئين الظن بها وهي تحسن الظن بك هكا؟ لا كنت نحسن بها الظن وحتى في يوم الايام كنت نسمع اصوات. ايوه نسمع اصوات وحتى يعني الأردني تاعي كنت تسمع أصوات وكأنها تتكلم في الشر يعني فيها. ولكن لما بعد الرقية ومنها قالوا لي بلي كنت مريضة ومنها وطلعت وطلبت منها تسمح هاتف بصح. أيوة. قبل ما طلعت سمح كنت يعني غريتها في الهضرة ربي حاسمني ولا. واضح. طلبت منها تسمح قبل ما تموت. واضح الله يرحمها برحمة الله. يعني واضح ان شاء الله في الحال. وانصحني يا شيخ ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يوفقك لكل خير اختي كريمه من فرنسا ان شاء الله ربي يوفقك لكل شيء. واضح ان شاء الله واضح شكرا جزيلا. اخيرا اختنا سعيده من العاصمه. نعم مرحبا بك اخت سعيده. مرحبا
السلام عليكم ورحمة الله. رمضانك كريم حاجة سعيدة. مرحبا. أنا إمها هي قالت لي إني مرونة إمها. أي مرحبا بك. نعم. أم 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 سعيدة. مرحبا الحاج. أنا مريضة. أيوة. مريضة عندي مرض مزمن، عندي صدري، عندي لخبطة صدري زقم، وعندي السكر، وعندي المرارة، وراني ناكل في رمضان وما عرفتش الفطرة تاعي قداش تجي، وكان ساعات نتقلق حتى نقول وقيل استغفر الله يا ربي ما نش عارفة كيفاش غيرني الحاكة راني ناكل في رمضان. وهذه وما زال يجاوب واحد اخر الا تسمعوا لي كيف الحج. لا 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 مرحبا. انا عمري ما هضرت في التلفزيون، انا شويه ما نعرفش نهضر. لا 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 الحجة ام سعيده ما شاء الله عليك سؤال واضح والله يبارك. عاودي لنا برك انت قلتي حبيتي تعرفي شحال الفتره تاعك وشنو ثاني واش حبيتي تعرفي ثاني؟ ايوه واش حبيتي تعرفي ثاني؟ نعرف قداه صافي باش نخرج الفترة نتاعي تاع رمضان ان شاء الله. ايوه والسؤال الثاني؟ والسؤال الثاني عندي خويا. ايوه. يما جابته برك وانا ربيته وكبرت انا ودرت الدار وليد بوليداتي، ومن بعد جاي يقرا قعد عندي، كان يقرا في بن عفنون قعد عندي، ومن بعد كنت في بوزاتو على وليداتي. انا كنت شويه الحال الله الرجل تاعي شويه الله غالب ما عنده شويه، وانا نفوزو على ولادي الحجز اللي نعطيها لوليد ونخلف ولادي غيرني نقول غريب. وبكا كيكبر او عندهم صار من 10 سنين ما شافنيش، وانا غيرني كاين ساعات نقولو عليه واش من كان خدمت فيه الدوني نقول بالك، وكان كاش ما هضرت فيه نقول بالك، وانا انا محبوسه في الدار العام 12 ما نخرج مريضه الله غالبه ليا ما نقدرش نخرج للهواء، كنخرج للهواء يضرني، عندي فيه بروز عندي في بروز في صدري، الريه تاعي ميته جهه وجهه انا نتنفس بها هذه هي. وانا ما عرفتش الحكم هذا وليدي يقول لي وسمحوا لي ولا ما عرفتش نهضر مليح سمحوا لي. لا لا الحاجه ام سعيده هضرتي مليح وبارك الله فيك ومرحبا بك. يجازيكم الله خير. نزيد نهضر ولا زيدي 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 مرحبا بك زيدي سيده ام سعيده. شوف ايوه انا حكايه طويله بصح علينا طولوا معايا بزاف. لا بس انت احكي. شوف اعطيني الشيخ تاعي. ايوه. حكم الدار في وقت 62. ايوه. ومن بعد كي يحكم الدار من بعد كانوا غير هما وخوا في زوج كانوا مع الناس الزاري كي هو كي انا كي سلفي هذا اللي جبناه معنا كنا قاعدين كيف كيحكم الدار جاب خوه معاه، ومن بعد كي جاب خوه معاه قال لي غير لي ما نخليش يقع ولدك وحده، كان ساكن عندنا في وحده البرارات جابوه معاه، ومن بعد كي جابوه معاه خوه قال له حطني معاك في الكاغب، وهو قال له انا مانيش حكومه انا حكم انا طلبت الحكومه عطاتني وتطلب الحكومه باطله. ومن بعد الليل جاء الشيخ تاع بابا الله يرحمه لك مات، قال له شوف قال له تطلب خوك معاك والله نايفك. ومن بعد الشيخ تاعي ما حبش يدير باب وليده خوه ما حبش يدير خوه، قال له انا يا عندي احنا عندنا الله يبارك الزاري احنا عندنا 11 الله يبارك الله يبارك عبد بكري يجيبوا بزاف زاري، وهو عنده 13 قال له يا خويا انت انا ومن بعد غدو 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 يكبر ولادنا كيف راح نديروا؟ انت طلب الحكومه تعطي لك وما طلبت الحكومه تعطي ولا لا. ومن بعد باباه كي ما حبش يدير خوه معاه دخلوا خاوتو الاخرين زوج اخرين هما خاوة في اربعه دخلوا اخرين وحرشوا بابا عليه وحرشوا يماه عليه ولاو نايفو قالوا له تحطوا مع الشغل والله ما نسامحولكش. هذه يا بك قال الحاجه هو محيرته وانا محيرتني. هذا زوجك؟ هذا زوجي هي. ايوه. انا في حكم الدار انا كنت معاه، انا كانوا غير ما جابوني كان عندي عامة من جابني لعنده. وحرشوا. على كلش. شافي كيف تضبطها شافي حتى وش تقاول الساعه دي الحمد لله رب العالمين ثبتني على عقلي شافي بالتاريخ. ومن بعد دخلوا في الشرع ومن بعد اتحرشوا في بعضهم بعض جو في حضروا وضربوا ووليداته صغير اللي جو في ضربوا، ومن بعد دخلوا في الشرع ومن بعد دخلوا في الشرع دخلوا الاخرين وهو مسكين الله غالب الحال حالته يلا دخلوا الرشوه والاخر عنده نساب وعندهم الرزق
ودخلوا الرشوه ودخلوا هاي المحامي هذا بدا المحامي هذا بدا المحامي ولا المحامي اللي كان دايروا هو معليش داروا له رشوه وطيح له حقه وهو تعذب ثابتين من بكريبك. ان شاء الله ان شاء الله خير الحاجه. شوفي يعطيك الخير والعافيه. انا كنت قاعد غلبونا بالصراحه وراني نجيب لا باس ان شاء الله. شيخ شيخنا يوجه لك ان شاء الله يوجه لك هذه النصيحه وربي يجازيكم الله خير ويعطيكم الصحه الله يتفيقوا بنا وراكم منورين الشاشه الله يبارك يحفظكم لينا ان شاء الله يحفظنا لكم الله يبارك فيك سيده ام سعيده بارك الله فيك. رمضان كريم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. يعطيك الصحه سيده ام سعيده. هلا سالوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. دكتور كمال على بركة الله اليوم إن شاء الله تسلك بركة هاي الأسئلة الله يبارك غير بالثلاثة أربعة الله يحفظ إن شاء الله إن شاء الله جميع مشاهدي الكرام الله يحفظهم جميعا. العاصمة المفتتح سيدة أم عبد المؤمن شيخنا عندها منذ اليوم الخامس عشر من شهر رمضان ناضت وكان شوي من القيء عندها وحرصت على ألا يعود شيء منه إليها ولكن راهي مش سمنه خايفا أنه هذاك النهار راح. ما الحكم في هذا اليوم؟ نعم نقول أحكام في هذا أن الإنسان إذا استقاء متعمدا ما عنده حتى شيء ولكن قيء روحه تعمد وبلع هذا اللي عنده احنا بالنسبة لنا عنده القدر كفارة لأن كلام متعمد. أما إنسان اللي غلبوا القيا يجيه مسكين هكذا كان من عادة الناس بعض الناس يطلع لهم يجيهم يغلبهم كان اللي كما يقولون يجون نوع من الدوخة كان اللي شغل يدور عليه كما يقولوا ما لا يطلع له مسكين ويتقيا. هذا الإنسان المغلوب على أمره هذا تقيأ من غير إرادة ماشي هو اللي جابه جاته مسكين هكذا جاته القيا الله غالب جاه بالسيف خرجوا كي خرجوا ما بلعش هذا لا شيء عليه. فأختي الكريمة نقولها ما دامت حرصتي باش أنك لم تبتلعي شيئا ما تخرج حتى شيء في بطنك إذا صيامك صحيح. الله يبارك الله يتقبل منا ومنها. تصلي التراويح في الدار بقصار الصور الزلزلة والتكاثر ما شاء الله العصري احنا يوميا نعم احنا صلاة التراويح مهم تصلي يعني إلا استطعنا باش نختم القرآن كما نسمعه ما شاء الله يعني نختم القرآن الله يبارك هذا هو كما نقولوا الأعلى المطمع هذا هو المطمع تاعنا حنايا والطموح تاعنا الكبير. إذا ما قدرناش حنا المهم نصلوا ولو قولوا الله نقرا 11 مرة كل ركعة هذا واش نحفظ غير قولوا الله نقرا 11 مرة كل ركعة ونركع وركعة ثانية كيف نزيد نجيبها 11 مرة باش نحس بلي راني طولت فيها كما نقولوا على التراويح فيها الترويح. فهنا نقولها ما دامت حفظة بارك الله مسورة يعني الزلزال قالت له مسورة الضحى إلى غاية تقولها برب الناس معليش تقرا كما نقولوا خمس صور في الركعة الأولى خمس صور في الركعة الثانية حتى تكمليهم وتعاودي من دار وجديد حتى تجيبي تكملي التراويح تاعك وهذا يعتبر تراويح وصلاة صحيحة وراك قمتي الليل بارك الله فيك وربي يجازيك إن شاء الله ويتقبل منا ومنك. صالح الأعمال إن شاء الله ربي يجازيك بالخير. تصلي قبل صلاة الفجر صلاة الفريضة تصلي ركعتين اثنتين الحكم في هذين الركعتين نعم. وقد صلت الوتر احنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهم وأبو هريرة رضي الله عنهما يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان حب وباش يبات من غير وترين لأنه نحرفوا احنا أبو بكر الصديق ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مطمئن انه دا يوميا يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح من التكبيره الاولى قبل تكبيره الاحرام هو عنده يعني يصلي معه. فرغم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابو بكر ابو بكر قال له حبيتني يا رسول الله ننام ونخلي الوتر بعد حتى نصلي نقوم الليل بعد نصلي الوتر قالوا لا قالوا ننام قبل يعني اوتر قبل ان تنام. هذا ابو بكر وما ادرك لينوض يوميا وربي مقويه يعني وضامن له المنواض تاعو يعني الاستيقاظ دائما يستيقظ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لا قالوا اوتر قبل ان تنام. اللهم صل على النبي لازم توتر. وكذلك ابو هريره رضي الله عنه قال اوصاني حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بثلاث واذكر
يعني قالوا أن أوتر قبل أن أنام، بمعنى الإنسان لابد يوتر قبل ما يرقد، والنوم هذاك هو اللي يكسر النوم. كل ما الإنسان ينام، يعني ينام الإنسان لما يستيقظ بالليل ينوض يتوضأ ويصلي ما شاء الله، نعم هذاك الوتر ما عنده حتى دخل، يعني بدا الآن عام كما يقولوا نهار جديد، خلاص نسيتوا كذلك بقى نهار جديد اللي هو قبل الفجر ينوض الإنسان يقوم الليل يمكن ركعتين أربعة عشرة ما استطاع، يعني ما استطاع يعني الإنسان يصلي والصلاة صحيحة وما عنده حتى علاقة بوترها الذي بمعنى أوترته في يعني بعد العشاء اللي هو تعليل، ولا لك ما عنده حتى دخل. الله يبارك فيك إن شاء الله ربي يتقبل إن شاء الله. شكرا يعني جزيلا شيخنا، عندنا 20 دقيقة يعني لازم نحاولوا نجاوبوا ما استطعنا على كل هذه الأسئلة. سيدة أم فهد من غردية شيخنا تسأل عن موضوع البسملة، وقد سمعتكم في موضوع الافتتاح، ولكن تقول بأنه في الأعوام الماضية تعلمت بأن البسملة آية من سورة الفاتحة سبع المثاني. نعم احنا ذكرنا أخي الخيلة قلنا في البداية أن هذه المسألة خلافية، أن الشافعية والحنابلة، الحنابلة يقولها سرا، الشافعية يقولها بأن لازم، الشافعية يقولها وجوبا، لابد الإنسان أن يقرأ سورة البسملة، يقرأ آية البسملة مع كل سورة، لأنها تعتبر من سبع المثاني دخلوها. عند الإمام مالك وكذلك إمام أبو حنيفة رحمه الله لا تعتبر آية، لا تعتبر آية، وإنما هي يعني يقرأ الإنسان كما عند الإمام مالك تبركا، باش نفرقوا بين سورة وسورة، فكتبت للتبرك ولم تكتب كآية. أما الإمام الشافعي قال ما دام كتبت في المصاحف فهي آية، من آية من آيات القرآن الكريم عند كل بداية سورة لابد أن نقرأها. فلهذا توجد الخلاف الآن للدرك توجدي، شوفي بأن الشافعي المصاروة مثلا ولا بعض مثلا السوارة ولا لم عندهم المذهب الشافعي توجدي بأن يقول لك أن البسملة آية من القرآن الكريم من سورة الفاتحة ولا من كل سورة، هذه آية علاه لأنه هو مذهبه. ولكن حنا للإنصاف لما الإنسان يحب ينصف لابد يذكر الأقوال، يقول احنا عندنا آية وعند غيرنا ما ليست بآية مثلا، على الأقل باش يبين للناس بأن كان بعض العلماء الذين لم يعتبرون هذه البسملة آية من كل صورة. هذه الأمانة العلمية، هذه الأمانة العلمية باش إنسان يبري نفسه، باش ما يقولش هذا هو بكر كلام، هذا هو هذا وش كاين، لا لا ماشي هذا وش كاين، كاين احنا قلنا بأن فيها خلاف، بعض العلماء قالوا بأنها آية من كل صورة، وبعض العلماء قالوا لا ليست آية من كل سورة، وهذا الذي أخذنا احنا عن إمام مالك رحمه الله، واخذها عن الصحابة الكرام اللي عاش هو عاش مع أولادهم ما شافهمش يقراوها، قال احنا هذا العمل عندنا، لو كان شفتنا أولاد الصحابة، أولاد الصحابة منين جابوها؟ هذاك باباه صحابي والصحابي منين جابها؟ جابها عند الرسول صلى الله عليه وسلم، منين جابها؟ جابها عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال أنا رواية تاع الناس، العمل تاعهم لما شفتهم إذن أنا ما إحنا عندنا هذه ما مش متعودين عليها، إذن ليست بآية وفيها أحاديث أخرى. الله ينورك على هذا التوضيح شيخنا دكتور كمال. ابنة سيدة أم فهد راهي بالحمل وربي يكمل لها بالخير إن شاء الله. أمين. عندها سؤال شيخنا، هذا الحريق انشأت اللي طالع هابط، وتقول بأنها تحاول أنها تدفع نفسها ليتوقف ولكن لا زال قائما، يعني ما دامها بالحمل ومعروف على الحاملات هذه المشاكل هذه. نعم. طيب وشنو الحكم شيخ؟ الحكم أن المرأة هذه مريضة، كل حامل مريضة لأن عندها حكم المريض، فنقول بأن هذه عادة لكل حامل أن تجيها، يعني تجيها هذه الحالة هذه. إحنا المهم ما دام وصلت للإنسان، ما دام وصلت للإنسان باش الإنسان يقدر يعني يرميه، يستطيع أن يقذفه، فهذا لا شيء عليه، ما دام هو تحت ماهوش تحت السيطرة ما فيش قدرة. لهذا احنا نقولوا يعني واش نقولوا، احنا لا تكلف بما لا يطاق، يعني الانسان ربي لما يكلفناش بحاجة ماناش قادرين عليها، علاش قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا ما لا طاقة لنا به، ما نقدرش نرد لنا الحاجة هنا وراح وحده، ما نقدرش نرميه، هذا لا شيء فيه، ما كان حتى شيء، ما عنده حتى شيء. ولو تحس من بعد شغل مرورية ولا شغل ما يهمش، المهم أنها ما الحق لهاش اللسان باش تقدر ترميه، هذا هو، أنت ما عندهاش قدرة على الرمي، وإنما الحق لهنا ومشى. الله يبارك فيك شيخنا. تتحدث السيدة أم فهد على شيخ بنتها أو اللي هو أب زوج بنتها،
تقول انه شيخ كبير مصاب بالزهايمر ولا يستطيعون تصويمه ولا منعه من الاكل، يمشي وياكل، طيب كم يدفعون عنه فدية؟ احنا اولا هذا المرض مرض الزهايمر هذا خاصه اذا كان احنا نعرفه بان المرض هذا مرض دائم صحيح مزمن، معناته ما عندوش دواء، فلهذا اذا كان غالب وقته انه في غيبوبه ما يجيبش خبر مسكين، احنا ناكلوه ونشربوه لانه هذا ماهوش مكلف، احنا كما قلنا احنا لا تكلفه الا بما يطاق، والانسان اللي ما عندوش عقل ما كلفوش ربي سبحانه وتعالى سبحانه. كما قلنا بس رفع القلم وعن المجنون حتى يفيق، هذا مسكين ما عندوش عقل حتى يعقل ما عندوش عقل مسكين، كيف نكلفوه؟ ما نكلفوش، فلذلك ناكلوه ونشربوه ونحافظوا عليه ونحميوه ونطعمه عن كل يوم مسكين، واش انا ناكلو نمدو، نشوفو جار فقير كل يوم يومين حنا اللي نطلبو الشربه والجواز هذاك ندولو نعطولو، قال نعطولو هذيك ولا زدنا له فيها خير وبركه، ولا كما نقول لك واش ناكلو ياكلو وخلاص، هذا باش نحو الخلاف. اما اذا كان حبوا باش نمدو من المال هذا شيء اخر، ذاك الانسان يحب يكرم يمد 20,000 30,000 50,000 ما شاء الله تفضلا ايه، ولا مسكين ما عندوش شيء عنده غير 5,000 كما نقول احنا واش نقولوا للمسكين، نقولوا له مد 50,000 مد 15,000 مد 10,000 يمد كل واحد قدرته، هذيك 5,000 عندك انت واش تقدر انت واش عندك، هذاك البسيط شيء البسيط واش كاين، فلهذا الانسان تحت قدرته، لهذا ربي قال من اوسط، يعني يقولوا بعد واش يقدر مسكين صحيح، لان العبره باش الانسان واش يقدر، فالانسان اللي يقدر يديرها. الله يبارك فيك شيخنا، ربي يهنيك ان شاء الله ويبارك فيك. طلب منها سيدة أم فهد الطبيب الإفطار بسبب الدواء إلى غير ذلك، والآن ما يصوم وعليها أن تدفع فدية، كم ماذا تفعل شيخنا؟ هل تعطيها اليتيمين؟ راهي ناوية تعطيها اليتيمين، أدفعها دفعة واحدة في صندوق الزكاة، أين أصرفها؟ ما هي المصارف الأخرى لهذه الفدية؟ احنا بالنسبة للفدية هي للفقير، أيوة يعني خاصة يتيمة إذا كانت فقيرة، إذا كانت يتيمة وغنية ما نعطوهاش، أما إذا كانت يتيمة وفقيرة نعطوها، في احنا نحوسوا على الفقر، هنا العبرة بالفقر الفقيرة. أيوة. فلما يكون الفقير احنا بمعنى كثير من العلماء اليوم خاصة اليوم يقولوا بأنه احنا أولا أنا مخيرون، نحن مخيرون بين ثلاث أمور، إما أن نمدوها الآن في بداية رمضان نمدوها كاملة مرة واحدة، أنا مريض وما نقدرش نصوم وناس مساكن باش على الاقل يجدون ما ياكلون في البدايه باش ما يقدروا يشروا واش ياكلوا مساكن، نعطيهم مره واحده هذا باش يروحوا يشروا عليكم ياكلوا. ايوه باش يروحوا يشروا ياكلوا ويفرحوا كما هما كما الناس، ياكلوا كما هما كما الناس، او انني كل يوم نمد كل ما نفطر نمد، هذه الثانيه، والثالثه لا نخليها حتى اخر الشهر ونمدها كذلك مره واحده. جميل. والافضل يعني بالنسبه اليوم احنا هي نمدوها مره واحده في بدايه الشهر. الله لان يبارس. الناس باش لان انت كتجي في اخر الشهر هاو مات بالشهر هذا واش مسكين قال عايش على 30 يوم هو جيعان صحيح، هو مسكين مشتاق واش ياكل، وانت تجي في اخر الشهر باش تعطيها له هاو فات الشهر، فالافضل اننا نمدوها في بدايه الشهر باش على الاقل يروح يقضي يشري ما يحتاجه مسكين للاكل والشرب خاصه لاولاده، وهذا شهر البركه شهر رمضان باش يواسي اخوانه وكذلك يشارك اخوانه في الاكل والشرب ويكون مرتاح مسكين. الله يبارك فيك شيخنا كمال واحسن الله اليك. الحاجه من عامه عندها غير سؤال، تقول لك بانه عندها البنيه راهي مطلقه في الدار، ربي ان شاء الله يوفقها لكل خير في حياتها، وما عندهاش تدفع زكاه الفطر، هل تخرج عنها زكاتها؟ نعم، هو الاصل ان الانسان كل واحد يخرج عن نفسه، هذا هو الاصل، انسان كل انسان قادر مكلف يخرج عن نفسه، ولكن العبرة الآن لما نقولوا زكاة الفطر، العبرة بإخراج زكاة الفطر. أيوة. احنا المهم نقولوا تخرج زكاة الفطر. قال لا عندي مثلا جاري مسكين ماهوش قادر، حبيت نخرج عليه، خرج عليه. المهم هو لو خرج. عندي بنتي ماهيش قادرة مزوجة هي وزوجها وولادها ماهوش قادرين يخرجوا زكاة الفطر، أنا أخلص عليهم. أنا ندفع خرج عليهم زكاة الفطر. وهي كما هي مثلا عندها بنتها مطلقه مسكينه وعندها برك اولاد ماهيش قادره باش تخرج زكاه، قالت انا خرجها، اي خرج عليها
خرج على زكاة الفطر وربي يتقبل إن شاء الله، لأن العبرة بإخراج زكاة الفطر، المهم تخرج زكاة الفطر. طيب يبارك فيك، شكرا جزيلا شيخنا، أحسن الله إليك. طيب سيدة أم ضياء من وادي سوف تسأل أن متبقي عليها أيام لم تقضيهم بعد مرور رمضانات، حمل ثم مرض ثم مرض، كل عام ماذا تفعل شيخ؟ نعم، احنا العبرة بشهر شعبان. ايوه، يعني رمضان الى شعبان، قبل ما يجي رمضان ثاني، اذا كان في شهر شعبان مرضت شهر كاملا خلاص، هنا بعد رمضان الثاني تقضي ولا شيء عليها، ما عندهاش فدية، لان احنا العبرة بشهر شعبان. اما لو كانت بمعنى في شهر شعبان صحيحة ولكن تكاسلت، وبمعنى شغل غفلت عنه ولم تعطي له بالا، ما بمعنى ما درتلوش قيمة، فحتى جاءها رمضان ثاني، هنا نقولها عليك القضاء والفدية، لأن كنت قادرة تصومي ولكن غفلتي عنه، أو بمعنى تكسلتي على هذا الصوم هذا ما صمتيش، فهنا بعد رمضان ثاني تقضي، لأن كنت صحيحة وما شاء الله قادرة على الصوم، ولكنك لم تصومي في شهر شعبان، وبذلك بعد رمضان الثاني تصومي وتفدي. أما لو كنت بمعنى جاك شهر شعبان وحملتي، حملت كنت حامل في شهر شعبان ولم تستطيعي الصوم مع الحمل، هذا يعتبر مرضا، هذا مرض، والمرض هنا ما دام شهر شعبان كامل هو أنت مريضة في شهر شعبان، فإذن بعد رمضان وبعد الولادة تقعدي مدة معينة، لما تقضي أقضي ولا شيء عليك، لأنك كنت مريضة في شهر شعبان، احنا العبرة بشهر شعبان. الله يجزيك بالخير، هذا هو بمعنى الحكم. الله ينورك، عندك إضافة شيخ؟ معليش، نحن نقولها بمعنى أن الإنسان يأخذ رأي شهر شعبان، إذا كان مريض في شهر شعبان كاملا يقضي بعد رمضان الثاني ولا شيء عليه، ما عندوش فدية. أيوة. أما إذا كان صحيحا وتمادى وتكاسل وتفنين وما أقضاش في شهر شعبان، هذا هو صحيح لا بأس عليه، هنا بعد رمضان الثاني لما يقضي عليه الفدية. والله يبارك فيك شيخنا، أحسن الله إليك. سيدة مضياء متعلقة شوية بالوالدة، شيخنا استحوذت زوجة الابن عليها وراهي تشعر بالظلم يتمارس على أمها التي تحبها وهي متعلقة بها جدا، فتضطر إلى أن تدعو الله دعاء صعبا، اللهم أرينا فيها قدرة عجائبك، يعني حاجة كبيرة، يعني ربي يجيب بما تنصحها شيخنا بهذه الأيام، الأيامات دي عواشر رمضان الأخيرة وتاع الرحمة، بما تنصح أختنا أم ضياء؟ وسامحنا ما بقاش كثير من الوقت، احنا مضطرين أيضا نجاوبها ونزيد ونجاوب الآخر. أختي الكريمة، احنا نقول عليك بالصبر، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أوذي؟ أوذي في نفسه، في أولاده، في أعمامه، أوذي في أصحابه، في جيرانه، ولكن رغم ذلك صبر واجعلهم بالخير، قال اللهم هدي قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم صل على رسول الله. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ادعي له بالهداية، لعل ربي يعني يكون عندك استجابة لما يهديها ربي، تولي تحب يمك، تعود تخدمها إن شاء الله، تعود تقوم بها، تديها العمرة، تعود تجي لك تقول لك يعني يا فلانة أين ندو يمك، نحو العمرة يا ودي نحو خير، ولا ربي كما يقولوا يعني يعطيها مرض ولا شلل، تعود تشوف فيها مسكينة، يعود أخوك مسكين مريض، هو يعود مريض، يعني لما يعود يشوف مرته مشلولة، يعود يشوف ولاده مساكن دائما يوقفوا عند مرته يقدموا له خدمات ويسيبوا الدموع يطيحوا، بعد تولي تندم انت تقول يعني كون خير ما دعيتش عليها يا ربي، لا غادتني، صح، لا غادتني، لا تدعو الله. فنقول ايهم افضل؟ خير يعني بمعنى تدعيها فرحانه وتدعي لك ربك يهديها، تعود تخدم يماك وتفرح بها وتعود انت تونسك وتعود تاكلوا جماعه، تطلب منك السماح تقول لك يا ودي سامحيني يا ودي ربي يعني الشيطان هو جابها وكذا وكذا، ولا تشوفيها مريضه ومسكين خوك مريض وولاده مساكن مرض وانت تعودي تندمي، تعودي تقول كون خير ما دعيتيناش مسكينه يا ودي لا غادتني، ايهما افضل؟ فنقول لها ادعي لها بالخير وربي ان شاء الله. ما شاء الله عليك شيخنا كمال، وان شاء الله سيده ضياء واضحه الرساله ووصلت الرساله، وربي يوفقكم جميعا لكل خير. تلت اسئله في تلت دقائق متبقيه شيخنا الدكتور كمال. اختنا كريمه من فرنسا عندها وسواس صعيب حتى في علاقتها مع الله تقول، وهذه العلاقه يعني تقول لا تتصور على الخاطر، هكذا وسواس في أشياء وأفكار لا تتصور على الخاطر. وزادت زوجها كان يغضب عليها وهي تراضيه بشكل كبير، إلى أنها قالت كلمة كبيرة كما ذاك اللي كان تحت الشجرة قال فرحا بدابته، اللهم أنت
عبدي وأنا ربك، هي قالت كلام كبير إلى غير. فهل هذا شرك كما قالت؟ وقالت هذا اللي يدفعني أنني نتحفظ شوية ونجبد روحي على زوجي باش يكون عندي شوية كرامة كما قالت. سؤالها الثالث، معليش أربطهم شيخنا لأن مسألة فيهم وسواس، الوسواس فيهم في ثلاثة. الوسواس الأخير على جارتها اللي اعتقدت فيها الشر واعتقدت أنها تدير لها أمور ماشي مليحة وتخبط عليها إلى غير ذلك، وقالت لها كلام قاسي. لما عرفت بأنها كانت مريضة وراهي تعالج من الوسواس اعتذرت منها وقبلت منها العذر. تطلب منكم النصيحة في حدود ما تبقت للدقائق. أختنا كريمة من فرنسا. نعم، الوسواس صعب، الوسواس من الشيطان، وهو يريد أن يوقع بالإنسان إلى عالم آخر، يعني عالم الانتحار، عالم ترك الصلاة، عالم البعد عن الله، عالم يعني بمعنى يخرج الإنسان من طبيعته الأصلية، طبيعة الجميلة، إلى الحياة السعيدة، إلى الحياة التعيسة، إلى الحياة بمعنى هي محفوفة كلها بالشر، عالم بالضياع، عالم الضياع، عالم بمعنى عالم هذا تأتيه إنسان يصبح تايه. فلهذا الوسواس الإنسان لا يعانده من عندوش. لما يجيك هذاك الوسواس قرأي القرآن، قرأي قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قرأي. وكذلك الزوج نفس الشيء، يعني لما تعاملي معاه معليش أنت بمعنى احترميه وقدمي له خدمات، نعم، ولكن لما تجيك كذلك هذه الأمور تجيك نفس الشيء، اقرأي القرآن، لأن القرآن هو اللي دافع عن الوسواس. علاش ربي قال قول أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس؟ شكون هو الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار؟ قرأيها، قرأي قول أعوذ بالفلق، قول أعوذ بالناس، قرأيها، كثري منها باش ما يخليكش يعني تفكري وتجيبي هذيك الأفكار الدنيئة وهذيك الأفكار يعني بمعنى التي تخرجك بمعنى عن الله سبحانه وتعالى وتبعدك عن الطريقة وعن الفطرة تاعك. فنقولها لا، فنقولها صح الكلام هذاك لما نسمعوه وهذاك التصرف تاعك لما نشوفوه نقولوا بأن هذا كفر وهذا شرك، ولكن احنا ما نحكموش عليك بهذاك، نقولوا لا، لأنك ما كاينش في عقلك، ما كاينش كما نقول الإنسان في راحة، وما راكيش يعني في قواك، وما كاينش في قواك العقلية، أيوة، وما كاينش طبيعية. فلذلك احنا نقولوا ما تديريش، استغفري ربي سبحانه وتعالى، كثر من الاستغفار وكثر من قراءة القرآن الكريم، ربي يكون معاك ويصلح لحكم والك إن شاء الله. بالنسبة لجارتها، جارتها نقول لها أنت راكي غلطتي في حق، أدعي لها، أدعي لها بالمغفرة، وأدعي لها ربي يرحمها، وأدعي لها ربي يجعلها في الجنة، وأدعي ربي يغفر لك إن شاء الله. آمين يا رب. شيخنا أستاذنا الدكتور كمال بوزيدي، شكرا جزيلا لك، الشكر موصول لكم أنتم جميعا، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، السلام عليكم.